هو شخباركم؟ إن شاء الله تكونون تمام. اليوم بسوي لكم وصفتين، حمص بدون حمص، يعني راح نسوي لكم حمص بس بدون ما نستخدم الحمص الحب، أو مثل ما نقول بالكويت بدون ما نستخدم النخي. إذا أول مرة تزورون قناتنا، أنا اسمي أروى، عندي مطعم ومخبز بالكويت اسمه كرامز، عندي منيو كامل نباتي اسمه تيبل 11، عندي مدونة أشارك فيها وايد وصفات مثل ما تشوفونها هني على يوتيوب، وعندي طبعا اليوتيوب. فإذا أول مرة تزورونا إن شاء الله تسوون سبسكرايب، وإذا حبيتوا الفيديو إن شاء الله تسوون لايك. خلينا نبلش مع الوصفة. قلت لكم بالمقدمة راح نسوي حمص بس بدون الحمص. بس ليش؟ الحمص بالأخير فوائده جدا عالية ونباتي ومفيد، بس في ناس يا عندهم حساسية من الحمص، أو إذا قاعد يتبعون الكيتو دايت ما راح يقدرون يأكلونه. فهذه خيارات إن تكون مناسبة حق المتابعين الكيتو بس بنفس الوقت نباتية. مثل ما قلت لكم عندنا طريقتين حق الحمص. أول وحدة راح استخدم المكاديميا. هذه الوصفة أخذتها من موقع The Raw Chef، راح أحط لكم الرابط مال الموقع. وثاني وصفة راح أستخدم الكوسة. فممكن تقولون وصفة الكوسة نسبة الدهون اللي فيها راح تكون أقل من الوصفة اللي فيها المكاديميا، وبعد بنفس الوقت يمكن معظم الناس مو سهل يحصلون المكاديميا، بس الكوسة معظم الناس راح تكون سهل عليهم إن يحصلونها. فأول شيء راح نبلش مع المكاديميا أو الوصفة اللي فيها المكاديميا، جدا سهلة. كل شيء راح نحطه هني بالخلاط وبس، وراح نخلطه وإن شاء الله راح يصير عندنا الحمص. فالمكاديميا أول، عندنا شوية من عصير الليمون، فص ثوم، شوية ملح، وطبعا ما راح يصير حمص بدون الطحينة. اوكي، وبس الحين راح نشغل الخلاط وراح اضيف ماي، بس شويه ماي عشان يختلط معانا. انتم ممكن تلعبون بنسبه الماي حسب انتم راح تستخدمونه حق شنو. اذا بتستخدمونه كحمص ما تحطون ماي وايد، بس اذا بتستخدمونه كصوص مثل ما انا مسويه بوحده من الوصفات اللي موجوده هنا على يوتيوب، راح احط لكم ان شاء الله الرابط. تحتاجون يكون يعني مثلا سائل اكثر فتضيفون ماي زياده. اوكي، خلينا نشغل الخلاط. اوبس، نمبر 1 ايه. فالحين خلص، خوريكم شلون شكله. اوكي، وبس الحين جاهز تستمتعون فيه شلون تحبون انتم تستمتعون بالحمص. انا جهزت شويه من الخضار المقطعه. الوصفة الثانية مع الكوسة، هذه الوصفة أخذتها من كتاب اسمه Choosing Raw. الكتاب تكلمت عنه بفيديو عن الكتب النباتية المفضلة. الحين المقادير اللي نحتاجها نفس المقادير اللي استخدمناها بالوصفة اللي قبل، بس هالمرة مع الكوسة، وراح أحط كل شيء بالخلاط وماكو أسهل من كذي. فيلا خلينا نبلش. Okay, I hope nothing comes out. أعتقد إني ترستها زيادة عن اللزوم، المفروض كنت جايبة اللي أكبر من كذي، بس عادي أتوقع تضبط معنا. مهم، طحينة، عصير ليمون، فص ثوم، وشوية ملح. الغطاء. أوكي، وراح اضيف شويه ماي اساس انه يساعد الخلطه. اوكي، ان كل شيء يمتزج معانا. اوكي،
فالحين خلص عندنا حمص لونه أخضر، راح أجربه بس أشوف إذا محتاج أي شيء زيادة. إيه محتاج ملح زيادة، حطيت شوية ملح زيادة. نرجع نشغل الخلاط شوية. أوكي بس. راح أجربه مع هذول الكراكرز. هذه الكراكرز الوصفة موجودة على المدونة، موجودة هنا على يوتيوب، راح أحط لكم الرابط إن شاء الله. مثل ما تشوفون شوية سائل أكثر مقارنة باللي سويناه مع المكاديميا. كيف هذول الحين الوصفتين؟ الوصفة الأولى مثل ما قلت لكم أخذتها من موقع اسمه The Raw Chef، والوصفة الثانية من كتاب اسمه Choosing Raw. الكتاب والموقع أثنيناتهم يركزون على الوصفات النباتية اللي مو مطبوخة. فإذا أنتوا قاعدين تتبعون نظام الكيتو ومالين من اللحوم وتبون أكل نباتي أكثر، دوروا على الإنترنت عن الوصفات اللي تكون نباتية وغير مطبوخة، أو إذا قاعد تبحثون بالإنجليزي Raw Vegan Recipes راح تلقون. طبعا راح تلقون وصفات ما تناسب الكيتو، بس راح تلقون بعض الوصفات اللي راح تناسب الكيتو، فممكن تجربونها وتغيرون شوية خصوصا إذا أنتوا مالين. وبس هذا فيديو اليوم، إن شاء الله عجبكم وأشوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم. باي.